السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة ديال الساكنة. اليوم فيديو جديد، وصفة جديدة اللي هي وصفة ديال الخليع. صحي ولذيذ وزوين بزاف بزاف بالنسبة للناس اللي ما تعجبهمش الخليع ديال الشحمة، فهذه هي طريقة كتجي رائعة وزوينة بزاف بزاف. نتمنى انها تعجبكم، وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تستافدوا من جميع المراحل. فإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك وتعليق وتبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. ولا كنتوا اول مرة كتزوروا القناة ضغطوا على زر الاشتراك، ابوني وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد مطبخي. ودابا راه غادي نخليكم مع مقادير وطريقه تحضير وفرجه ممتعه. فبالنسبه للخليع، اول حاجه غادي نحتاجوا ليه القديد بعد ما قددناه ودرنا ليه التتبيله ديالو. المغاربه كلشي كيعرفوا كيفاش يديروا التتبيله ديالته، اللي هي الملحه والقزبر يابس والكمون والثومه. هذا هو اللي درت فيه ورقته ليله كامله وخليته حتى لغد ليه، ونشرته في الشمس. خاصو ياخد الشمس مزيان، خاصو يتشمش حتى كيولي بحال هكا ينشف كامل. صافي منين كينشف مزيان، دابا راه كاينه الشمس وهو خاصو يتشمش مزيان، خاصو سيمانه ديال الشمس باش كيكون القديد زوين. انايا هاد القديد اللي غادي، هاد الخليع اللي غادي نحضر دابا، غادي نحضره بالزيت. فبالنسبه القديد غادي ناخده دابا، غادي نرقدو في الماء تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، 15 دقيقه ونطلقاو. هذا حيت ما غاديش نديرو بالشحمه. فبالنسبه للقديد ديال الشحمه راه سبق ليا وخدمت معاكم داك العام. اللي باغي القديد ديال الشحمه تقدروا ترجعوا للقناه وتشوفوا الفيديو، راني ديجا خدامه معاكم. هذا غادي نخدمه معاكم اليوم بزيت، تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تستافدوا. دابا كيف ما كتشوفوا معايا، بعد ما رطبنا القديد ديالنا في الماء صفيتو وخديتو وضعتو في الطنجره، وغادي نكب عليه الماء طايب. صافي وغادي نديرو فوق البوطه حتى كيطيب. من بعد منين كيبدا كيقرب كيطيب شويه، غادي نعاود نزيد ليه التوابل. دابا راه ما غادي نديرو فيه حتى شي حاجه، راه هو ديجا راه متبل غير باش نسمو في الاخر. المهم تابعوا معايا حتى الاخر باش نوريكم جميع المراحل. صافي وغادي نحطو دابا على عافيه اللي كتكون مهيله، وغادي نخليه يطيب على خاطر خاطرو ونتلاقاو ان شاء الله. نتشرب هذاك الماء ياك. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا، بعد ما كيطيب وكيتشرب هذاك الماء، كيتشرب هذاك الماء تماما. هانتوما كتشوفوا ما بقات فيه حتى شي قطره ديال الماء، وكنحاولوا ننشفوه مزيان من الماء ما يبقاش فيه الماء. وهاد ديك الساعه غادي نديروا ليه الزيت. هنايا راه واحد المقطع مشى ليا، زدت فيه الكمون، زدت على هاد الخليع، زدت عليه الكمون وزدت عليه القزبر يابس، كيعطي واحد المذاق لذيذ وزوين بزاف بزاف. تقريبا معلقه صغيره، معلقه صغيره. صافي وغادي نخليه نقنش فيه مزيان، تنتاكد من هذاك الماء تحيد منه باش ما يصوفش. صافي وراه كيبقى مزيان. صافي غادي نكمل انا بهذه الطريقه حتى ينشف ليا تماما ونتلاقاو ان شاء الله. هانتوما راه طاب دابا كلشي، هانتوما انا نوريكم الحيمه كيفاش كتكون باش تعرفوا. هانتوما شوفوه راه طاب مزيان، كيجي بنين ولذيذ بزاف بزاف. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا عقمت القريعات ديالي فاش غادي نديرهم. صافي نتلاقاو ان شاء الله. صافي انتما كيف ما كتشوفوا خديت القرعه، غادي نبدا ندير فيها هاد القطع ديال اللحم بعد ما تبخر هذاك الماء تماما. غادي وضعتهم دابا في القرعه. هاد الخليع هذا بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش الشحمه، فبزيت الزيتون كيجي حتى هو لذيذ وبنين بزاف بزاف. فبلي كيبغي الخليع بالشحمه راه تمشيو الفيديو اللي سبق ليا وخدمت معاكم داك العام، جا الخليع زوين
ودابا خديت زيت زيتون وغادي نغطي هاد الخليع كامل، غادي نغطيه بزيت زيتون حتى كيتغطى. هانتوما كيف ما كتشوفوا، صافي. هنايا كنحاول نهز اللحم من الداخل باش يدخل فيه الزيت كامل، يتلبس بالزيت. صافي، انا غادي نكمل القرع ديالي، نحمرهم ونغطيهم بالزيت ونتلاقاو ان شاء الله. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الخليع ديالنا بعد ما صوبناه، غطيناه بالزيت بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. ودابا غادي نخليه حتى كيبرد، وعاد غادي نسدو دوك القريحات ديالنا. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ديال اليوم ويعجبكم الحلقه تاع اليوم. فما تنساوش تدعموا القناه بلي لايك وبلي بارطاج، وتابعوا جديد وصفات جديد. دمتم في رعايه الله، والى فيديو اخر من ديلي السكينه.